هجوم حاد على ايتن عامر من طليقها عز العرب، والسبب انه مش عارف يشوف ولاده. تعالوا نعرف ايه اللي حصل. محمد عز العرب مدير التصوير وطليق الفنانة ايتن عامر رد على تصريحاتها اللي قالت فيها انها ما كانتش منعاه انه يشوف ولاده وانه دايما موجود معاهم، وكتب عز العرب على حسابه الشخصي على انستجرام: ان شاء الله هغير مكان حكم الرؤية علشان اقدر اشوف ولادي. انا اخر مرة شفت ولادي كانت يوم 6/11 اللي فات. المفروض الجد هو اللي يرفع قضية رؤية علشان يشوف احفاده اللي ما شافهمش من سنة. اللي مش مصدق يكلم ابويا يسأله. وفي تصريحات سابقة لأيتن كشفت من خلالها عن حقيقة الخلاف بينها وبين طليقها محمد عز العرب بسبب ولادهم، خصوصا بعد ما اتهمها انها بتمنعه من انه يشوف ولاده. أيتن قالت: انا وهو اشتركنا مع بعض في نجاحات كتير واسمائنا ارتبطت ببعض، وعندنا مشروع مهم جدا وهو الاولاد، ومش هنقدر نفشكله. هو موجود معاهم دايما وبيكلمهم. وصرحت كمان ان ما عندهاش اي مشكلة ترتبط تاني لو لقيت الشخص المناسب.